السلام عليكم. اليوم انا بسوي دجاج في الفرن. اول شيء انا قليت دجاج خضرة كل شيء، يبي بصل، ثوم، طماط، كسبرة، ليمون واحد، قطعة دجاجة وقليتها، وبطاط قليتها، باذنجان قليتها، وجزر، فلفل اخضر، يبي فلفل اسود، صلصة صويا، دبس رمان، كمون، كزبرة، طماط معجون، كركم، ملح شوية، صلصة، طماط معجون. أنا أول شيء خذيتي حق الفرن، الحين سبتينا طماط، بصل، سبتينا دجاجة، حطينا بطاط، باذنجان، فلفل أخضر، ليمونة، ثوم، ملح شوية، حطينا معجون طماط، شوية كركم، كمون، كزبرة، دبس رمان، صلصة صويا، كتشب، فلفل أسود، شوية ماي، الحين خلطها، حطيتها فوق. الحين هذا كاسترين، حطينه في الفرن نص ساعة. أنا حطيته في الفرن. هذا هي دجاجة فرن، شوف قدرة. الحين ما تفوت خلاص.